تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية، أعلن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان عن توزيع الوزارة لشقق التمليك بالعمارات السكنية في مشروع مجمع 207 بوسط المحرق الإسكاني على المواطنين والمستحقين. تابع الدكتور خالد الحيدان أن إجراءات توزيع المشروع تمت بصورة سلسة وسط استحسان المواطنين ومن دون أدنى معوقات أو تأخير للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم اكتمال نسب الإنجاز بالمشروع بشكل تام، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للشقق السكنية الذي يعد امتدادا للوحدات السكنية المنفذة بالمشروع ذاته. وقد تم إجراء انتخاب مجالس إدارات اتحاد المنتفعين من أصحاب الشقق للقيام بدورهم الذي حدده قرار وزير الإسكان لتأسيس اتحاد المنتفعين وآلية عمله، مشيرا إلى أن خطوة تأسيس اتحاد للمنتفعين في كل عمارة تهدف لتنظيم حقوق القاطنين بناء على الأطر القانونية التي حددها القرار. في سياق متصل قال الحيدان أن الوزارة رصدت زيادة كبيرة في نسبة الإقبال على مشاريع شقق التمليك التي تنفذها الوزارة حاليا، ولا سيما بعد تطوير نماذج البناء في العمارات السكنية وزيادة مساحتها بما يعادل مساحة الوحدات السكنية. اليوم هو اليوم الثاني من برنامج توزيع 4800 وحدة سكنية، واللي أمر فيها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. برنامج اليوم راح يتضمن توزيع عقود شقق وسط المحرق، ولله الحمد البرنامج ماشي حسب الخطة الموضوعة. بس حبيت أعبر عن فرحة اليوم إن مستلمة شقة في وسط المحرق، طبعا موقع ممتاز وخدمات كل شيء موجود عندنا، يعني أحلى منطقة أحس يعني في البحرين. وحابة أوجه رسالة شكر لولي العهد ما قصر ويا وزارة الإسكان. اليوم يعني استلم الشقة هني طبعا. شيء إن حاب إن أشكر صاحب السمو سلمان بن حمد على هالمبادرة الطيبة، يعني استأنسنا فيها خصوصا هي في محرق، ويعني شيء يفرح. أشكر وزارة الإسكان على المعاملة الطيبة في البداية، والحمد لله حصلنا شقة تملك في وسط محرق، والحمد لله الإجراءات كانت سلسة والإجراءات طيبة، يعني الحمد لله رب العالمين.